بكم مشاهدينا، نذهب في جولة سريعة لنستعرض إحدى محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة. في هذه الفقرة سنذهب لنستعرض محافظة السويس. محافظة السويس هي واحدة من محافظات إقليم القناة وسيناء، تقع على المدخل الجنوبي لقناة السويس، يحدها شمالا محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، فيما يحدها جنوبا محافظة البحر الأحمر، وشرقا محافظة جنوب سيناء. تبلغ مساحتها 9000 كيلومتر مربع. المحافظة تتكون من 5 أحياء. يبلغ عدد سكان المحافظة أكثر من 600,000 نسمة، فيما يصل عدد الناخبين إلى 412,000 ناخب. محافظة السويس تم اعتبارها كلها دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لنظام المقاعد الفردية. يبلغ عدد مقاعد هذه الدائرة 4 مقاعد فردية. كانت نسبة المشاركة بها في الجولة الأولى من هذه الانتخابات ما يقرب من 18%، ولم تسفر تلك الجولة عن حسم أي من المقاعد الفردية. وبالتالي فإن جولة الإعادة تجرى على كل مقاعد المحافظة البالغ عددها 4 مقاعد، حيث يخوض المنافسة الانتخابية هذه المرة 8 مرشحين. يبلغ عدد المرشحين الحزبيين الذين يخوضون هذه الجولة 3 مرشحين، وبهذا يكون عدد المرشحين المستقلين في جولة الإعادة في محافظة السويس 5 مرشحين. هذه كانت بعض المعلومات بخصوص محافظة السويس. شكرا لحسن المتابعة، مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة، تابعونا.